السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وحبايب قلبي على السوشيال ميديا، حياكم الله جميعا وأسعد الله جميع أوقاتكم عيلة الأكابر. اليوم الأخبار كبيرة كتير بالسوق عن صناديق الـ ETF وأخبار متفرقة، وأيضا حنحلل عملة لونا كلاسيك لونا الملعونة. إذا كنت حابب تعرف كل التطورات وكل التفاصيل خليك معي لآخر الفيديو. بس قبل ما بلش بحب ذكرك إن كنت حابب تكبر محفظتك المالية وتدخل لعالم المضاربة بالطريقة الصحيحة، انضم لنا على رابط التليجرام المثبت بصندوق الوصف. فوت فوتك يا معلم. طيب يا شباب، مثل ما لكم شايفين يعني في عملات حققت مكاسب جدا طيبة اليوم وارتفعت، يعني هذا شيء جميل نوعا ما. ايضا نحن ناطرين يصحح السوق شوي مشان نقدر ناخذ ونضارب عليه، يعني تمام شباب نحقق شوية مكاسب. خلينا الان نتجه للأخبار. طيب يا شباب، معنا أول خبر. قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا مشروع قانون من حزبين لحظر أعضاء الكونغرس من امتلاك الأسهم وتداولها، يعني عملات رقمية أسهم ممنوع أنت تتداول. إذا أنت كنت بالكونغرس بخاف تفرغ على العالم وتضحك عليهم، عرفتوا كيف، وترفع أسهمك أو عملاتك. وأيضا نشرت تصويت كتير مهم، يعني سؤال محيرني، إذا هلأ بدأ البول رون انت معك تشتري، معك كاش تشتري الان او ناطر سنة 2024 لتعزز وتشتري، ولا ما معك للأسف اموال لتشتري. كان 44% نعم معي لعزز، وهذا شيء جميل يعني. فلذلك اللي صوت ساعدنا كتير لنعرف رأي الناس والمجتمع بالتداول. تمام شباب، وايضا البورن عاجل هون اجانا، وقفت منصة باينانس للحظات بالتداول وايضا بالويذرو والديبوسيت، وان شاء الله يعني حلوا المشكلة التقنية يلي صايرة عندهم بعد دمج شبكة اللايتينج. تمام، عنا هذا الخبر من زيزي باينانس عم بيقول انه حرقنا، يعني هن كل سنة بيحرقوا من البي ام بي، وحرقنا وفق للخوارزميات للبي ام بي، وهذا امر عادي وما في داعي للقلق، وايضا نشر الاشاعات اللي بلا طعمه، وهذا كتير قوي لعمله البي ام بي. فلذلك عمله البي ام بي اللي معول عليها انه تسقط، صدقني في صعوبه نوعا ما لهذا الامر، يعني في هبوط الى ايه وتصحيح وبعد من صعود ما بيدعي للقلق. تمام شباب، كشفت تسلا انه لم يتم بيع اي من عمله البيتكوين البالغه 333 مليون دولار بالربع الثاني من عام 2023، يعني ما رح تبيع ولا حبة بيتكوين، وهذا الحاضر. جميل جميل جميل، يعني مستنين انه يرتفع السوق اكثر ليقدروا يفرع الناس. مثل ما بتعرفوا الـ XRP عملنا عليها بامب كتير قوي، شاهدوا الفيديو على اليوتيوب بجروب الـ VIP الخدمة المدفوعة. هون شبكة الـ BNB الكمية يلي حرقتها، يعني والله للأمانة شيء جميل، يعني من الـ BNB وهذا مبلغ كتير كبير، يعني دفعوا مبلغ كتير كتير محرز قديش، يعني تقريبا هلا هن انحرقوا 1,954,000 حبة. تمام، يعني إجمالي 23% من المعروض من الـ BNB، فمبلغ أكيد كبير دفعوا. تمام شباب، الرئيس التنفيذي تبع كوين بيز عم بيقول عم بيجتمع مع المشرعين الأمريكيين لمناقشة يعني الـ SEC، تمام، لمناقشة البلوكشين والتشفير وليش هالحظر وشو الأمور، يعني لا وحلول. تمام شباب، الـ SEC جاري جينسلر عم بيقول إن العملات الرقمية هي احتيال وخداع وإساءة في الاستخدام وفراد. صدقوني أنا ما بصدقه، يعني هذا الإنسان يعني شمروخ السوق علاك مصدي، خدوا منه الحكي بس وبلا طعمه للأمانة. تمام، في فيديو لستيف هارفي شوفوه كتير 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 مفيد وحلو للشباب. معنى هذا الخبر مزعج نوعا ما، ناسداك تعرفوه عن بورصة ناسداك تتخلى عن خططها لإطلاق خدمات الحفظ للعملات الرقمية، وهذا الأمر يعني للأمانة مزعج نوعا ما للعملات الرقمية، لأنه كانت دا تتبنى العملات المشفرة بالATM ماشين وكتير أمور، هلأ تخلل عن خططها لأنه عم بيصير تغييرات كتير بالعملات المشفرة، يعني ما بدأ تعلق مع الACC. تمام، الشراكة اللي صارت بين سولونا وبوليجون كتير قوية، وبقودان جولة استثمارية بقيمة 30 مليون دولار بشركة كوزموس واير، وهذا كتير إيجابي لعملة سولونا وبوليجون.
للأمانة. خلينا الآن نتجه لتحليل عملة لونا كلاسيك. طيب يا شباب، مثل ما لكم شايفين لونا كلاسيك الآن شكلت الكوب بعد منا العروة وعبت صحيح، تمام؟ فذاهب إلى التصحيح. الآن عنا 85 أفضل نقطة دعم جميلة لعملة لونا كلاسيك للشراء للأمانة، 85 وأيضا 80، تمام؟ وعنا آخر خط دعم، يعني نحن دائما بنفكر فيه ونحط دائما الأسوأ هو الأربعة، تمام؟ فلذلك يعني إذا صححت بالأيام القادمة لونا كلاسيك إلى 85 ما عندك أي مشكلة. طيب وين مناطق البيع؟ مناطق البيع تبدأ بال 88، تمام؟ 96 والعشرة وأيضا ال 11، وإن شاء الله حتحققوا منا مكاسب طيبة لعملة لونا كلاسيك سواء بالمضاربة أو الاستثمار، وبتعرفوا إنه المجتمع ما زال بحبه. حتى يعني حكالي كلمة أخونا أبو أنس، قال لي اللي بيشتري لونا كلاسيك لازم يشتري USTC، ما بيقدر، علاقة متبادلة بين الاثنين، وهذا كلام صحيح، يعني مثل salt and pepper، الملح والفلفل، تمام شباب؟ فعلاقة متبادلة بين الاثنين. فهي عندي أفضل منطقة دعم موجودة بين 85 وال 80، تمام؟ ومناطق البيع بتبتدأ 88 96 و10 وأيضا 11، وإن شاء الله حتحققوا منا مكاسب. وآخر خط دعم حطوا ببالكم الأسوأ هو الأربعة، تمام؟ لأنه الآن العملة بإيجابية وعم بتحاول الصعود، ولذلك حتحصلوا على شوية تصحيح وبعد منا انطلاق بهالعملة، وإن شاء الله حنحقق مكاسب بهالعملة. تحياتي للجميع، وتكونوا دائما بصحة وخير وسلامة. لا تنسونا من اللايك والدعم للمحتوى والسبسكرايب يا عائلة الأكابر، وأيضا خلينا نشوفكم برابط التليجرام بجروبنا المثبت بصندوق الوصف بأقرب فرصة. فضلا وليس أمرا، بقدر لك بالنهاية that is not financial advice but I'm always right. I'm always right. Stay safe and see you soon. Bye bye guys. Bye bye.